ما داك تيني هذه الشوق يعني كاع فنان ومقتدر لا غصب يقا يعني فنان مقورني يقا مناضل يقا متواضع يقا سخي يقا إن فلس نيغ إني إدرس إفلاغ انت إفتا صدر البقاء إفتا سغي لي كل نرى الخير اني قهرت ولا الموت والموت انت وتسن غواد ولا غواد ولا أختار غينا نراتين كله ولكن غير الفرق أريك شكو يعني يعني الساحة الفنية المغربية تفقد ينش يعني الهرام يعني عبد العزيز الشامخ اسمه على مسمى اني راه شامخ ردي غما التاريخ تحبو ردي وانا ربي صراحة انا لله وانا اللي راجع ما رديني نموت قاند كي قد كان مش ارد حروي نموت يغا اختيوي انا سلوان طبق سلوان عبد العزيز الشامخ اللي قام يان صغين بداد من تمازيغت يان صغين بداد من تزوري نظرا تمازيغت كل التفتاس يعني ورقاز اللي يستوى المال عزيز الشامخ إيقا يان الزغو اللي يبدان السعر من تمازيغت واللي يسين السعر من تمازيغت سيزوار من تمازيغت كل شي سيزوار أرد يفتاغ يانو الزوم زغت مازيغت لا اله الا الله باش اللي التنين قريب موت هاتي يوالي هنا من كل غالين يقاتي غري هاتو كان سولا قران من سلم الدف لا اله الا الله نظل بتعزيح الفاميلا اللي عبد العزيز الشامخ اذا بدا كون حتى رحمة بيت ولا ربي سبحانه دور ربي افلس للسعوب سي عبد العزيز هدي ولا ربي سرحمت نسيكاتو ايقونة اما سي كاين الثقافة المعرفة الفن المغربي الامازيغي الموت نسرى الصدقات الخسارة القرن كل شيء مازيغ ولا المغرب انا لله وانا اليه راجعون مرتاح الفنان عزيز الشامخ يعني احنا في لسنسا ولا غصاد لسنا التحمر فيه ماشي رح عدوني نيح عزيز الشامخ يحموت جسدا وريموت كفنان لان الذي فن ازيد من 40 مسكاس من العطاء الفني سيدا دائما رد الا الا بدا ينحر بدا ينحي عزيز يعزز بدا الجمهور يعزز بدا الجمهور رب الله انت ولا ربي صح ان لله وانا اليه راجعون مرينا الاحمر بالسيد ربي سبحانه عزيز الشامخي كيان رمز من رموز الاغنيه الامازيغيه حماس المنطقه يكمل المؤسسين الفريق الفرقه الموسيقيه ذات النصار لانه يفا بزاف في نظومنا ما راني نقول بانه تشيرات قضيه الرمز حماس الاغنيه الامازيغيه يبدا حماس النصار من بعد يسكن المجموعة سنت اللي يتماس الساعة تدت ربي يغني في المواضيع اللي كان مرتبطة في المنطقة اللي دار العلاقة في المنطقة لمعاناة الساكنة حمص المنطقة يبوي ديال النفس جديد على أساس أنه تكمل وهو رسالة في المشاكل الساكنة يا ربي لما تنس نتيجة المرض نص خطي وربي صرفت وشكرا طبعا عندي ما نقول كاين واحد الفنان الكبار ديال الأكادير الكبير والحمد لله اللي البلدية عطينا ليه التكريم هادي واحد عامين وكان في مستوى عالي هادي هي المشكلة شكرا لك نصيح سي عبد العزيز الشامخي قا ينا ونزور لي وري رواسنا ينزور كل وقت اشكو يقا ونزور لي بدي يزيد القضية الامازيغية يزيد الهموم من الوكالة يزيد الهموم من الشعب الامازيغي سلاوة تبكي غنزرى امريك نس سواء انا بزوار ونغدوي غير لدي قان ونزور لي بدي يزيد القضية الشعب الامازيغي اطيق مربي نسوتري ينزورني اضني اللي غامن غير يدوني تمازيد من العطاء تمازيد من النجاح ان شاء الله يا سوس داغي في التوغيا تتدكت الفن هي نظرنا تيكان دكماتنا عزيز الشامخ
اللي تنزلي من الطفوله الى يومنا هذا الله يرحم ربي راه غير سي سوغون شكيت باش اللي غير الحضور دون شكيت الفنانين دون شكيت اللي يشكان غير غنتسنى بينا القيمه الفنان الفضل ريت توري اثمائيل مدينه تشيره اللي هي يعني المنبع غير اللي غادي تما غيومار كارديس تما غاين الفنانه ارديس تما غاين التراث ارديس تما غاين الاخلاق ارديس تما غاين اللي السن سويت مات السن سماس الحق انت قمت السن سماس الدوني تسور الدوم دوم المهرجانات دوم اللقاءات انا نتمنى الجمعيات دام سن اللي جا المهتمين سماس الفن ولا الثقافه عامه ولا تيني غرامر واحد الثقافه عامه هذا تنجاز ربي اتسكر نزود اللقاءات هذا اوين تقمتنا اللي سولي سولنين ولا حتى ولي موت نزود هكذا ما يظهر الصفراح. شكرا موت سي عزيز الشامخ تقا يتطبيق شنبه راي يلا يقتل زورة اللي مازال واتي المغرب كلوت يطفي واتي كباري كود من كورة ضحك تكس الموت نزول لكن عزيز شاخر يموت في الديقان يوالي والديقان نتزوري المغرب كلوت ولا شمال افريقيا سمايات سمايات كنت ايواني ونورد كورا ورا في الناس النوارو المهم نسامحات توب بيس الحمد هما كينا الظاهرة شكرا بلا السنسة ولي لما رستي عوض أتي الحمد لله بيس الحمد